مسيك صهري، ونحن معنا سلاح كمان ومع عاش اللي بده يعلم عليك. خليه معك، أنا مالي بحاجته. حميد، حميد لحق. شو في أخي؟ شو؟ حياة زينب خطر يا أخي. شو؟ أخي أنت شو عم تحكي؟ شو بس زينب؟ خطر شو هذا؟ بنتك رح توقع بكمين عامل التنظيم. رشاد، وأنت شو يلي عرفك؟ أخي أنا اللي نصبت الكمين. كنت مضطر منشان أنقذ حياة بنتي عائشة. وين ناصبين الكمين لزينب؟ على أساس تروح على بيت مسلم، وهنيك بيلاقوها وبيخطفوها. وهلا بنتي وينها؟ ما بعرف، بجوز تكون راحت لأنه بتكون خلصت الدرس. يلا وين البيت؟ كأني ضيعت. مرحبا، قال لي عمي بدك تاخذي دروس. ايه لا كان بدي اخذ دروس ولا حرف. شو عم تعملي؟ بعدي عني ولا حرف. اتركيني، يلا امشي احسن ما اجي. بعدي عني طارق. تركيا، عم قلك تركيا. طارق بعدي عني. دكتور لا تقربها، بعدي عني احسن لك. عم قلك بعدي عنا. تركيا تركيا. قلت لك انت لا تتدخل، ما تندم بعدين. روحي، حركة واحدة بقتلكم انتو اتنين. روحي من هون، روحي. طارق فكر حالك خلصت مني. إذا بتريد اهدى، عم قلك اهدى. اهدى شوي، انت لا تتدخل احسن لك. اسمعني يا ابني وطول بالك، انت اللي عم تعمله غلط، يعني بكره بتدخ بالحبوس. هدي حالك، طول بالك شوي، لا تتصرف بجنان لو سمحت. ترك السكين، زدت السكين من ايدك. يلا قبل ما قتلك انت وياه، يلا زدتيها بسرعة. وليه؟ عم تسمعي؟ اتركيها. وانت نزل المسدس من ايدك، يلا. ولا انت ما عندك الجرأة لتقوصني ولك حيوان؟ بعد عني، بعد ولا تقرب علي. نزلوا لك، عم قلك نزلوا قبل ما فطيه براسك. اوعك لا ترد علي. الله يخليك، روح من هون قبل ما يصير شيء. يلا ولا يلا امشوا من هون، يلا امشوا. نلعوا نلعوا ولا نلعوا من هون، روحوا يلا. زينب فيكي شيء؟ انا منيحة طارق. بنتي شبك، انجرحتي شيء؟ امشي على المستوصف، يلا روحوا انتو، بعدين بلحقكم. خير خير حميد اغا، شوفي شو صاير معكم. شو كنت عم تعمل ورا الحيط؟ مختار ليش ما اجيت تساعدنا؟ كنت بدي اجي ساعدكم بس الخواني هربوا بسرعة. طيب مو مشكلة، بعدين بنتحاسب. شو بدك تعمل يعني؟ شلون هنت عليك؟ ما عندي حل تاني، بعرف اني غلطت. عم تحكيها بالبساطة؟ لك انت بتعرف انه هي بنتي الوحيدة وعندي اياها اغلى من نور عيوني. لو كانت بنتك محلك انت عملت فيها هيك؟ خليك ساكت يا حرام عليك. بس لك انت عم انت انتبه لكلامك، انا بضل اخوك الكبير. لو ما كنت اخي كنت ورجيتك شو عملت عن جد. وشو بدك تعمل؟ تقوصني يعني؟ لك شوفي رشاد، ليش هيك اخوك عم يحكي معك؟ شو صاير؟ فهموني شو صاير. مرت اخي، هذا جوزك اللي واقف قدامك كان عامل كمين لبنتي وبدي يسلمها للتنظيم. ما عم صدق مزبوط هالحكي يا رشاد، معقول بدك تسلم البنت للتنظيم؟ اضطريت منشان عائشة. اسمعني، انت واحد خاين
ويا ريت لو ما عندي اخ مثلك. انت واطيت لي راسي رشاد. ليش عملت هيك بنت اخوك؟ زينب بنت اخي ومن لحمي بدمي. والله العظيم انا ما كنت بدي اعمل فيها هيك، بس شو بدي ساوي؟ انا انجبرت من شان عائشه. لا تخافي بالطيب بسرعه. ان شاء الله معافاه زينب، لازم تنتبهي على حالك. شكرا كثير ديالا. يا ترى مين هذا الزلمه وليش كان بده يقتلك؟ هاي قصه قديمه كثير، ما لها مهمه. معناتها هو عن جد كان قاصد يقتلك مو هيك؟ معلش انا ما بدي احكي بالموضوع، انا تعبان ورايح على البيت ارتاح شوي. طيب دكتور. انتبهي على حالك ماشي. انت بتعرفي شي لهالزلمة؟ بالليل اللي رحتي فيه اجى على المستوصف وقال لي انه هو من المدينة ومن زمان رفيقه للدكتور طارق. استغربت كتير لما قصر يشوفه، وبعدين فات لعنده وحاول يقتله وهرب لما فاتوا اهل الضيعة عليهم. بس انا ما عندي خبر بكل هذا اللي صار. مين هالزلمة يا ترى؟ هذا كل اللي بعرفه وحياتك. ما قدرتوا تجيبوها للأنسة؟ لا، فشلت الخطة بآخر لحظة. وليش جايبتي لهذا معي؟ لأنه ما قدر يقتل الدكتور طارق. طيب شو عمل؟ بدي شوف زيدان ضروري. زيدان مو هون، طلع. لوين راح؟ طلبوه من المركز وراح مشان يشوفهم. طيب تعي معي. ما عرفتي شو بدو من زيدان؟ ما بعرف شي، بس قال لي إذا ما رجعت رشا بتستلم القيادة بدالي. باينتها الروحة مو على متخير أبدا، أكيد زيدان واقع بمصيبة. زيدان القيادة جوا طالبتك. ما بتعرف شو بدهم مني؟ ما بعرف. تفضل فوت. كمو استناني هون. حاضر معلم. شو هاد؟ شو من امتى جبتوا كهربا لهون؟ جبناها من جديد وصار في عنا كل شيء. شيء حلو. معلم اجا زيدان. خليه فوت. فوت زيدان. أنا زيدان وتحت أمرك معلم. تعود زيدان. لا تعود هنيك، قرب عود قدامي. أنا بأمرك معلم. أنت بتعرف ليش أنا طلبتك يا زيدان؟ إن ما خاب ظني مشان عملية الجامعة. بعرف إنه وشي أسود قدامكم. مزبوط، مشان هيك طلبناك. هاي العملية كانت فاشلة. والقيادة تضايقت كتير لأنه فشلت معك. نحنا ما بدنا الشعب يتعود على هالشي، وانت تاني مرة ما بدي هالشي يتكرر معك. عم تفهم؟ عود عود. هذا سلاح جديد ولسه ما حدا استعمله. وحابب ان يكون اول من يستعمله. بس يا معلم
هذا سلاح كتير فعال يا زيدان. اي واضح. بحب اقول لك انه اذا بتتدخل بشغلات مالك فيها بوعدك اني يصيب راسك بهالسلاح يا زيدان، ورح ساوي فيك اكتر ما ساويت الفازي واكتر. ليش انا شو ساويت يا معلم؟ عفوا معلم، المعلم بران على الطريق وقرب يوصل. معناتها حضروا حالكم وقوموا باجبوا منيح.